غسيل الأموال أو تبييض الأموال هي جريمة تهدف إلى تحويل أموال محرمة وقذرة المصدر اكتسبت من تجارات ممنوعة ومحرمة مثل المخدرات، القتل، السرقات، الدعارة، الإرهاب والتزوير والرشاوي والأسلحة وكل ما هو ممنوع إلى أموال شرعية وقانونية. أما سبب تسمية العملية بغسيل الأموال، في عام 1919 منعت الولايات المتحدة من بيع الخمور وتصنيعها، فانتشرت العصابات وعلى رأسهم الكابوني المهاجر من إيطاليا إلى الولايات المتحدة، وهو زعيم عصابات شيكاغو من 1920 إلى 1930، واللي جنى أكثر من 100 مليون دولار سنويا في ذلك الوقت، وهو ما يقدر بأكثر من 5 مليار دولار في يومنا هذا من تجارة المخدرات والخمور والقتل والأعمال الإجرامية. ولم تتمكن الشرطة من وضع يدها على دولار واحد من هذه المبالغ، ولم تدينه على هذه الأعمال الإجرامية، والسبب لأنه فتح محلات قانونية لغسيل الملابس، وكان يدخل المبالغ القذرة اللي كان يجنيها من الأعمال الإجرامية على هذه المحلات ويخرجها بطريقة قانونية على أنها أرباح وأموال استثمارية لهذه المحلات، لذلك سميت العملية بغسيل الأموال. وفي عام 1931 المحكمة الأمريكية ما قدرت تدين على أعمال الإجرامية واكتفت بسجنه بتهمة التهرب الضريبي، لأن في ذلك الوقت ما كان في قانون يجرم غسيل الأموال. وبدأ اهتمام العالم بعمليات غسيل الأموال كجريمة في سنة 1986، وفي عام 1989 تم تأسيس المجموعة الدولية للعمل المالي FATF اللي تكافح عمليات غسيل الأموال. أما طرق غسيل الأموال، فهناك الكثير من طرق غسيل الأموال وتختلف حسب تطور أسلوب الحياة وقوانين الدولة والرقابة. خلنا نتكلم عن أصعب طريقة، وهي اللي تعتبر الطريقة الاحترافية والمعقدة واللي تتم على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى الإيداع، يتم فتح حسابات كثيرة بأسماء أشخاص وشركات والتخلص من الأموال الغير شرعية القذرة بإيداعها في هذه الحسابات بطريقة منظمة مع فواتير وأدلة كاذبة، أو شراء عقارات وسيارات فارهة وساعات ثمينة ويخوت كاش بأموال غير شرعية. وهذه المرحلة تعتبر أصعب وأخطر مرحلة من المراحل الثلاث لدخول كميات كبيرة من المال وسهولة الوصول إلى صاحب هذه المبالغ الغير شرعية. وبعد المرحلة الأولى مرحلة الإيداع، تحولت المبالغ الغير قانونية والقذرة إلى مبالغ رسمية وقانونية داخل الحسابات، فتبدأ المرحلة الثانية مرحلة التمويه. وفي هذه المرحلة تبدأ عمليات التحويل الصعبة والمعقدة من حساب إلى حساب آخر، أو من شخص إلى شخص آخر، أو صفقات البيع والشراء، أو إدخالها في صالات القمار. وزيادة هذه العمليات وكثرتها تصعب على الرقابة والأجهزة الحكومية يوصلون إلى مصدر هذه الأموال. المرحلة الأخيرة مرحلة الدمج، وهي تعتبر أسهل مرحلة من المراحل السابقة. بهذه المرحلة يتم دمج المبالغ السابقة مع مشاريع شرعية وقانونية، وتختلط الأموال غير الشرعية بالأموال الشرعية ويصعب التفريق بينهم. وهناك طرق أخرى لعمليات غسيل الأموال وأسهل من الطريقة السابقة. على سبيل المثال، عندنا شخص تاجر مخدرات وعنده 30 مليون دولار كاش مقابل بيعه لتلك السموم على الناس، وما يقدر يودع هذا المبلغ الكبير والغير شرعي في البنوك، فيقوم بتأسيس شركة إدارة أملاك الغير، ويأجر عمارة تتكون من 10 أدوار وفي كل دور 3 شقق وبإجمالي 30 شقة، ونفرض أن الشقة تتأجر بألف دولار، يعني مجموع مدخول العمارة 30,000 دولار، لكن في الأوراق والفواتير الرسمية للبنوك يسجل أن أجار الشقة ب2500 دولار، ويكون إجمالي العمارة 75,000 دولار، وبذلك يقدر يدخل تاجر المخدرات من المبالغ القذرة اللي عنده من تجارة المخدرات شهريا 45,000 دولار في البنوك بطريقة رسمية، وبالسنة الواحدة يقدر يودع 540,000 دولار، ولو اشتغل هذا المجرم على 10 عمارات راح يقدر يودع بالسنة 5,400,000 دولار، وخلال 5 سنوات يقدر يودع في البنوك مبلغ 27 مليون دولار بشكل رسمي وقانوني. وهناك طرق جديدة وأسرع وأسهل من الطريقة السابقة. على سبيل المثال، عندنا شخص يسوي دعايات على السوشيال ميديا ويدعي أن سعر الإعلان الواحد 20,000 دولار، ويوميا يقوم بعمل 4 دعايات، يعني في اليوم الواحد يقدر يدخل بحسابه 80,000 دولار حسب الدعاء، وبالشهر
$2,400,000 وبالسنة 28,800,000. ولو وزعنا الطريقة على 10 أشخاص مثل هذا الشخص راح يكون المبلغ بالسنة $288,000,000. وللأسف التطور والتكنولوجيا الحديثة سهلت مهمة غسيل الأموال وصعبت من مهمة الكشف عن هذه الجريمة، وخاصة بعد ظهور الدارك ويب، الانترنت المظلم، والعملات الرقمية الإلكترونية مثل البيتكوينز.